شديت عماش قد عماش شديت رئيس بلدية عام قداش؟ على من الاول بكل العام اللي فات والعام اللي قبله والعام كذا قداش هي وقتاش خرجت لي من وزير البلديه دي تو برشا مش برشا مش برشا خرجت عندي كان عندي واحد انا بلعب يابسه اهلا كان عندي واحد هنا بلعب دخلوا البلدية أصبح وعمل حبيبي قريب في تونس قال يراهم بيجيوك بحيث يأكلون من الناس تطبيك قلت له في قراري فيهم ناش بتاع لابي خاطر أنا من كان اللي عنده زيرو أي في الشهادة الدائمة تقبل سن كود زيرو أي تقول أشكون اللي تقبل إلا ما عندوش 5 فوت 1 فوت 2 5 فوت بلوس إذا كان عنده 5 فوت 0 شعره إحنا الزوج زاني وعمر نقراه في المسير ما خديناش شهادة الابتدائية أني وقت الله يمشي إن عندي الشهادة الابتدائية برد برضة كبيرة شو لابد كيف صحيت شويه وقلت صحيح بابا مشي للمدير بتاع المدرسه بتاع الحجر يسوع قال يا ولدي وش قريب ذلك قريب شهرين ما نجمش نعديوه ما نجموش نحطوه شهرين ايش باش يجيب لك قالوا اسمع صوت اما نتذكر اني وقت اللي في المدرسه القراريه يسوي لومير في مستيره يعني معناها كنت حاجة كبيرة ياسر كيف اتفقنا باش نمشي يعني وعمر لتونس كانت عندنا كرهبة بتاعنا خاطر بابا كان يشري كرهبة ويمشي وشو شبع يخدموا معاه من لمطة ومن قصر هلال ومن مكرين يمشي يخدموا معاه كل واحد فيه كرهبة ويمشي خاطر بابا كان لابس عليه كان وبيك حصل الخوجة ذيك لو كان مش بابا بابا كان مش فكة هلو وحمد الخوجة ويونس الخوجة وحمد الخوجة كما الكل يحب بابا برشا هذا كان سمع غرس الكنز يلقاو فيه طليان ميت وقت الاجير الاجير دول بتاع الهتير وبتاع 45 40 وي كيف شينا هاني وعبر تونس أشكون نلقاه غادي في تونس أميش كان تسمح فيها أميش ضيق كواش نعرف وكان راجل عمتي راجل وراي معناها جنات زي كانت هي اللي تدخل عليه الخبز تعيش بالخبز هي اللي تعرف الخبز هي اللي تخدمه كانت كوشة في النار كان في غار كوشة ما له في بعد الجامعة في ذي الجامعة اي وانت بدأت تخدم الخوف مع راجلها قاتل الناس كانت قلالة وما عندها مشو با والغارب قالي ساعات بات في دار جنات نسروا في مكان اسكل ونروح معهم وعندها طول اسمه محمد لا محمد ضايا مشوالي ايه قد كي مشينا خذينا شهيد اني شريته هذاك الكبوس هذا التربوش اكاي ب500 التربوش المجيدي ودخلت الفرع بتجامة ستورة بك واني معاملك بك عام قداش هذا عام قداش كرونتويت اكا انت يا سيبراهيم انت عماش مولود اش نقول لك كان صدره هاو تنقول لك على واش كتقول هاو تنقول لك
2 نوفمبر 1930 1930 ألا قدام غير قدام غير في المكان الحي وقريت في مدرسة الحاج يسوع فما ناس تبكوني في القراءة دخلت كبير انت يا البونجي بطير وابراهيم حسين ولا وصل الكتاري اظن اجمع الا الصادق الكتاري العونه اكو بقول لا سبقوني وكيف قلت لك بروت تاعي مرضى كبيره وغلب موت اي وقريت في المسير خلاتني صغير خلاتني صغير برشا عمر ماشي مدة 4 سنين يحكي لي الوالد يقول لي وقت لأنه ده طالعين من سقيخ وانا هنا الوالد حبني برشا انت كان انت يا كاني عندي خويا اكبر مني خويا اكبر مني باش خذوا له امراه من دار سي مفتاح الا الشوكه دي ذيك كانت فيها امراه تسمى سمونه جايه من طوربه اي الحومه دي الكل كانت بتاع عجيلين كل عجيلين عجيل كل 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 دار عجيل يذوب معناها حاجه كبيره خاطر بابا خذي وحده من دار العجيلين بها مبسوط ياسر احمد العجيلي حمد عجيلي ايه اللي دار العجيلي توا خوبا خوبا اللي في الشرطه خوبا ايه 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 ايوه حمد العجيلي حليمي اعطيه بنته لبابا بابا ما رضاش بها قال له بها نحبها شذي طلقها وخذي مرة اخرى وقتها عمي حمد العجيلي طارت له كيفاش ما تاخذ بنتي وبنتي باهية بابا قالوا لا ما ناخذش وفسدوا وكيفاش دخلت الحبس في في تونس؟ اني في تونس اي اي سيدي نهار احنا ما نقراوش نهار الخميس اي كانت رايحة بالجمعة اصبر ساعة قبل ما نمشيو لتونس يلزم نمشيو المسير ساعة حتى واش نقول لك وقت اللي نقرا في مدرسة مرض برجة مرضى مسودة هذه مرضى تاع الحاج يسوع في مدرسة الموت معناها شيء كبير في مدرسة الحاج يسوع هكا ولا؟ اي قعدت مريض برشا وبعد تاني مريض الحمد لله الحمد لله الوالد وقتها مش عندي وجمع الشهادة الابتدائية هزني المديم قالوا أني ولدي اكترافيك مش حكايته وقتها فيهم انتم كفنوا النوت تاعو كفنوا خلي يمشي معكم للشهادة الابتدائية في مكونين قالوا ولدي هو ما قراش ما ضمينا أما قري شهرين قالوا ما نجموش نعطيك باش تمشي كيفاش قالوا شهرين قري قالوا إن شاء الله عام الجاي نحطوه طارت له الوالد وعطاني 5000 وقال لي برا امشي تعلم النسيجه بحد ولاد عمك اشكون هو ولاد عمي دار كرشود صالح الكرشود ايوا دار كرشود صالح في صالح الله وقت اللي كنت نقرا راني في المدرسه قصدال كل يوم نهز معايا فطوري في مشرم ولا في جميله نمشي بحدي في صالح نفطر في بتاعي بحذاه حتى نكملوا النهار وقت لمرض بعد تمشي معي صالح
كيف أنا مش طردوني مدرسة وطردوني وما قريتش مدرسة؟ بابا أعطيه 5000، أعطاني 5000 وقال لي برا أمشي تعال من سيجة بحي أولاد عبد. أشكون ينسج في الحوات اللوطنية لكوبا خليفة قرر وجمعته أي أي قعد ينسج بحي أولاد عبي حتى طالبت نسيجة وقتها ميزال كيف حل الفرع بتاع الزيتونه في المستير ذكر تتذكرش عم قداش قلت اقول لك دي كارنتويت هي المساله بكل كارنتويت اه كل في الاحداث هذه كل في 48 ايوه ابراهيم حسين عرض اخويا قال له والله اخوكم خسرتوه قلت له ابراهيم حسين سبقني في المدرسه ايه المدرسه هذيك بتاع قصر النيل ما تلقاهاش وقتها الكل كاش كيف يا بكل الحاجة لي صور كاش كيف مدرسة مع طمرة بنسوخة بسات فيها شيء كبير دولة وانا هو اللي يلقى فيها بقعة مش اللي يجي واذا كان عنده زيتونة ما يلزم يرشحوا له زيتونات مش يكلها مش مدرسة معناها هذا حاجة كبيرة مدرسة. ايه هيك هو هما مش عملولي يعني قطع كبرضت وما يجبش ما باش يقولولي عطاني 5000 وقال لي مرة تعالي من سيجة تعالي تنسيجة في جمعتين يمكن ولي تنسج جي ساعة كرشود الله يرحمه مش عم قلت له نسج عجيب قلت له والله قال له عمك عطاني 5000 وقال لي مرة تعالي من سيجة مش تعلم من سيجة وين تعلم من سيجة تاو نسج ويجب اخلاقني فقرص ولاد عمي الكل يا مصلي على النبي عمر ما نجحش في الشهاده بتاع قصر بتاع لمطة قال لي اولا انا كرهبة اين مشيو في الليل ليلة بكرهبة انت وماتوا في تونس وغدوة كان عشتة ولا بعد غدوة نترسموا في الوالدين الشهادة دي قال اخذها شي شهادة قلت لي العرب فرانسيس مشينا كان العمل لك كذا ومشينا مع بعضنا في الليل يكون في شوفير ذكرها بدنا وبدنا في تونس بحدين بيش في تونس في الصباح مشينا قاعد ناس علينا نلقاوها طول وشكا باش تعديو باش تعديو تعديو امتحان المدرسة الشرقية جامعة الزيتونة الفرع بتاع المدرسة هذه هي فرع بتاع تونس مع جنب جامع السنة في جنب ايه في تونس قيدونا قالوا لنا غدوا ورجعوا مشينا قيدنا وعملنا الامتحان ونجحنا دونا وهم ما نشحوش ما نشحوش طردوهم يروحوا في تونس شريت لي الكابوس هذاك 500 وراح فرحان ونشتي وهكذا والمشايخ تزامستونا فرحوا بيا برشا وقعدت نقرا حتى كملت التعليم بتاعي هي قداش قعدت تقرا قداش قعدت تقرا تعلمت تعليم تعليم قعدت خذت الشهاده الاهليه الشهاده الاهليه هذه الشهاده الاولى من جامعه تونا والشهاده الثانيه من جامعه تونا والشهاده اللي هي باش توليني راجل بيتبع الكلمة هي شهادة الحقوق وتقلت وخذت الشهادة والحقوق مع الشيخ الفاضل بن عاشور الله يرحمه وليت ما يصدق بي حتى عادي أما ما حتى أقرأ معلم دخلت التعليم أي وقعدت التعليم عملت دخلت التعليم وقعدت التعليم وأنا قعدت التعليم قبل ما شريت معايا خوشة ولد كتاري ولا إله الله رحمة الله ولد زوج من الناس في الدهثة معايا وخلصوني في الباهي هذه ولاد خلص علي برشا برشا فلوس والآخرين اللي يحطوني 700 ولا 500 ولا الكتب الكتب متخلى معلمين
من نهار لول في صيادة. ها؟ من نهار لول قريت في صيادة. من نهار لول ما حد. في الجمهورية. أي. بعد اللي جيت لنا. لا 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 مش اللي كان. ماش مدرسة. ماش مدرسة ما كان مدرسة على الحلال سوا. المكتب طلبتها أكلفها ما أكلفها ماشي أنا ما مشيش بس طلبتها كل مشي بس طلبتها محمد خوجة محمد خو بشير خوجة خو بشير خوجة هو كانوا ندي عمل كير محمد خوجة تعرف أي التوى موجود محمد أحطان كلبهم يسر قد يقرأ ولد عمار ولد عمار الخوجة قرينا سيدي عمار قرينا بحيث الحمد لله قرينا وخذنا شهادتنا دولة ولد رجال هذه ما فيها حتى كيفاش دخلتوا الحبس؟ اه؟ الحبس كيفاش دخلت الحبس؟ حبسة ايه نقرا فلوس وقت خذيت هذه الشهادة الابتدائية بتاعي وريوري ورينا بتاع الزيتونة نقرا فلوس دخلت أقرا في تونس. إيه. في جامعة تونس. كيفاش المسألة دي؟ إبراهيم حسين عرض خويا في الشارع. قال والله أخوكم خسرتوه. إيش معناها قالوا يطردوهم بقرا جامعة تونس. أخوك اللي بيقرا جامعة تونس وباهي وعلى كيف ونحسب يكون. جاي البابا قال لي ايه طلعنا مشينا عملنا امتحان في جامعة ستونة في تو في مستريم ونجحت وقعدت اقرا جامعة ستونة قدش قعدت 4 سنين اخذت الشهادة الاهلية الشهادة الاهلية قد اشترى ذيك قد اشترى الجرايد الشباب جبتك الشهادة فيها وليت كيل بارمو بشهيدو بتاعت أخرى باش نمشيو توا بعد التعليم الثانوي المتوسط مش التعليم العالي اي اي قداش قعدت بعد الشهادة الابتدائية بعد الشهادة الأهلية 4 سنين أخرين أخذت الشهادة التحصيل شهادة التحصيل هذه ما تلقاهاش تلقاها كان الإنسان اللي يقرأ بالباهي ويفهم بالباهي ويعرف الباهي كل خذت الشهادة ذيك أشكون اللي عدالي الشهادة ذيك سي الفاضل بن عاشور وما أدراك هو وجزء من الناس خرين من جحد وميقاو نجح قبلي بالعروسي ويقاو نجح قبلي ولكن هكاك مهدس مش كيما يلزم مش كيما نجحتني وقعدت نقرا في جامعة ستونة بعد تاني طلعونا احنا جماعة عنا شهاين هذوما باش حطونا في الليسي في المدارس ايه شنو حطونا في المدارس قعدت تاني نتذكر عام تاني قاعد هنايا وعندي شهادتي وجاني خويا هميكا قعد قال يا سيدي اهو سماوك توا قلت له فين سماوني؟ قال لي سماوك في الناموس في الناموس منزل النور بابا راقد مريض بابا راقد مريض مريض معناها مش يموت ايه ايه مشيت له قلت يا بابا سماوني في الناموس قال لي ها اخصدرني اهو هنا الناموس مشينا صبحنا في الناموس بالصباح صبحنا في الدهبوس عملنا اللازماني والمدير والتوصيات والحكايات كل جيت تقرا قداش تقرا وقتها قداش تخلص جي الشهر الاول تاع يلي 47500 هذا قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال 47500 ذاك الشهاده البختاي قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال؟ أه؟ قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال؟ هو اللي مزال الاستقلال الاستقلال. استقلال منين؟ 54 زعما ضيع. فرنسيس واليهود. فرنسيس واليهود.
يجيب احدنا واحد يهودي واحد بلقود للمدرسه غادي تقرا قداش تقرا في اسمه الداموس تسلي تقري نقري وناخذ فلوس اي شهريتك وترقعت الحاله ولا لاباس ولا فلوس ولا قداش كيلو لحم بدفع لا نشري السورية تهمية ولا بربعمية ولا بخمسمية كان يود هكا نعمل نشري كمبوط تشريه وفيش المليح على الشهر 12,000 ويجيو اليهود من تونس يقيسوا عليا يا كاو تعرف ثاني وتفقد شوية ضربنا وتقسم اخيرا طردوه هو وقعد تاني هو مشي روحوا قتل هم واحد اخر من جمال فينا عاملين دروس طفق قال وين شي برا يدعيني مش عاملين الدرس قلت له قلت يا اخي قلت برا يدعيني مش عاملين الدرس بعث له انت قلت مش عاملين الدرس ليه قال لي قلت مش عامل الدرس قلت قلت اسكت هادي مش عامل الدرس قلت له هادي ايش الوقت ليش باش تعمل لك درس ايش الوقت ليش اجمع له في كان تقريبا يجي 40 قالوا له مش معقول قالوا له مش معقول تبعث له في المقام ده وتقول له باش تعمل لنا درس في الحاجة الفلانية قلت له انت لا تقول بيداغوجيا ده لا اني سيطر عليها انت اطلع مرة تنظر ولدي بوك مش المدير بتاع المدرسة بتاع جمال جي وهجنا وقال لي يا سي ابراهيم يرحم والديك تسامحوا سامحنا وقعدت نكذب حتى وين مشيت للشراحة قعدت عارف شرح جاي متفقد آخر تفقدني قال لي شو كان قلت له وين تعال ثاني متفقد لك قال لي اعمل لي جواب مش نقلك المقنين عملت له جواب نقلي الغدو وليد شو الغدو المقنين قعدت نقلك المقنين حتى وين وليد حاجة أخرى تقول لا قرر المقنين أي. حتى وين تحاولت لنا عام قداش؟ اه وقعت قسمان قلت له عام قداش؟ والله يذكروها 63 ولا كنا قلت له وقعت محترم كيف هي غريبة ومحبوب عن الناس متفقدين وعن الناس الحمد لله ما قلتليش توا ما قلتليش كيفاش دخلت الحبس ما حكيتليش على الحبس توا بتاع والله يا ولدي الله غالب راهو اني ما في بالي مش نواصل مش نواصل الدراسه بتاعي قد نسولف الحقوق اي اي قد نسولف الحقوق بنجي نعمل نازله نصور فيها 5-6 متر مش هاي ما يوفاني الوالد وقت اللي توفاني الوالد والدار بتاعنا هذه حنيني الملك الله يحنيني مش بتاعي يعني الملك الله بتاع بابا وذي جنينتنا بكله عمومتي بكلهم كل واحد اخذ سهمه وقعت محترم تقدير ما تصور كيفاش ما قلتليش توا ما قلتليش ما قلتليش كيفاش دخلت الحبس 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 والحمد لله هاي كتب شو هذيك تقول بالله نعرفها نعرفها هذيك هذيك سجلها كيف هذيك وعليكم السلام شو راك دير لاباس
وصل في تونس تجربوا ببالي في تونس ايه ببالي كثير قال يخدم الجيريين بتصالح الجيريين وحين شكرا شكرا بتعمت يعني يقول بتعمت كم سنك 55 سنة سنة استقلاله كم سنك كم سنك عفيش وعماش دخلت للحزب ايه عماش دخلت للحزب مع بورقيبة اقعد اقعد ايه على جميع التوانسة دخلوا باش يحبوا استقلال صيادة دي كانت شعبة اللي يقود فيها معروف عيسى كانت شعبة هي المسؤولة عن كل شيء والجامعة طبعا بتاعنا كايا كان النادي بتاع الشعبة الجامعة طبعا في الزين في الهنية تقديم ايه الهنية وكان الشيخ الصغير الله يرحمه تعرفه الشيخ الصغير معروف تعرفه معروف عيسى نعرفه نعرفه الذكى هو الزعيم بتاع سيادة هو والصغير والصغير الشيخ محمد الصغير اسمه محمد دكتاريا الإمام ذات سنة سنة تيني ما متاع بلاد قبل سي الصغير وفي كاسو كتاري عرفته حمزة بك كم سكر هكذا يعني بتاع المسائل الذي يمكن ينسيتها لي حيثي وتعمل وقتها فرنسا هينا تشدنا وهينا تتوج علينا وهي متاكلنا قضبها التونسي تقتلوا توانسة تطلهم أشكون اللي متكلم بالتوانسة هو بورقيبة أول قدام وجمعته بورقيبة وجمعته وشكون هم جمعته جماعة من قصر الهلال وجماعة من موكلين وجماعة من سوسة وجماعة من تونس وجماعة من صفاقس وجماعة من هرقلة بحيثهم فوق لموا بعضهم كل الناس وبدأوا يقوم في فرنسا بسلاحة فرنسا في كل بلاد وعملوا شعب شعب الدستورية وكيفاش معنا يحبوا ياخذوا بلادهم وكيفاش حبوا بلاد تصير عندها قيمتها وكيفاش بحيث شيء عملوا حاجة كبيرة ياسر حتى جاء الاستقلال الاستقلال اللي شدوه حطوه الحبس اللي يشوش حطوه الحبس شكون جاء باش خر فرنسا في لحظة هتلر هتلر الألمان تتعدى ساعات وقاعدين هنايا مش الشيطان كل تلقى من 50 طائرة متعدين ألمان مش يحرق مش سوسة دولة. وفعلا بعد مدة من الزمان زين داك عبر شولد هنا وريش شبه داك عبر شولد ذا الكتب العام بتاع العالم الكل جيل صيادة جيل هنا وراه وشمه وفهماش في معركة بزرط وفي معركة لا غير ذلك لان جيل مسؤول عن الاتحاد المسؤول عن العالم الكل واعطينا استقلال بورقيبة بورقيبة عملنا قصر بتاعه ولا في ذلك بسير ولا الله يهلك واحد ملقوط كلبني الكلب وقلوا محمد البرزوقي باع منه اشترني طيح ورحت وحشاك خلى فيه كان ميزة وخلى فيه كان حاجات بسيطة لا ممكن ده باش السوسة تراه أكاية أكاية شراه كل بورقيبة ما عندناش ومن بعد تالي شاوه الناس ما عندنا شاوه دول لا قصر ذاك ما يلزموش
يتحرك نمشي واحنا نعمل شي بعد غادي فهمها وبعد رئيس بورقيبة ويحبنا ويقدرنا ويعمل لنا كل شيء. لا بورقيبة كيف بورقيبة؟ بورقيبة عنده واحد صاحبه أو مش أقول لك عليه في التراب العسكري، لأن التراب العسكري بتاع تونس كان مقسم إلى قسمين، فما جهة في التراب العسكري ما يدخلها كان العسكر، وفما جهات كلهم ليبر ولكن يردوا بالهم فرنسا ما تخليهمش. فما نزال تطلب الناس كيفاش تفك الرزق بتاع فلان ياخذوا فلان، كيفاش الرزق بتاع فلان ياخذوا فلان، كيفاش تخط الكل. البي كان البيعة اللي حاجته بها ياخذها البي. بورقيبة نحاله ودي قول له كل فكره واعطاه القلالة ما عندهوش. قول له قول له وصحوا لباس بيهم، وما كانتش عندنا حتى مدرسة ولا مدارس لسيان، مش كون عاملهم هذوما بورقيبة. قول له واحنا معاه جرته. قول له وهكذا تونس صيادة كبيرة ولا كان كالحفرة هكذا فارغ كبيرة جنة والحمد لله. الحمد لله احنا والحمد لله رب العالمين عاونا ولا عنا مدارس عاونا عنا حمامات عاونا ولا عنا مدارس أخرى لسي في كل بقعة توا في لمضة في بحزر في صيادة في قصر هلال في مخلين في كل بقعة. فما نسيت الله قرأت وتعلمت وولدت حاجة خارق العادة وربي يدي مخلق. عماش خرجت في التقاعد عام قداش خرجت في التقاعد؟ تقاعد أتوقف لك خرجت والله يا أخي أفرس عندي كل شيء عندي كل شيء أما أني راني من كل شيء لا مش هذا مش هذا باي مش هذا أنا طبعا أقول لك حاجة أخرى أقعد أي أي أقرأ يشهد مدير الحزب الاشتراكي الدستوري بعد اطلاعه على الوثائق المحفوظة لديه سلام أن المواطن إبراهيم بن منصور بن إبراهيم العجيري وابن منصورة بن تشخرون أصيل صيادة المنسير كان تحصل من مصلحة إسعاف المقاومين على بطاقة مقاومة تحت عدد 592 المنسير حررت هذه الشهادة بناء على طلب من معني بالأمر قصد الإدلاء بها لدى من يهمه الأمر والسلام مدير الحزب رئيس دائرة المساعدة والإرشاد المضادين الإمضاء محمد بن لمين.
هذه 30 نوفمبر 1983. هذاك كي تبدا باش الكرهه نتاعي في البقعه ما مش احد ولا واحد مش هذه نتاع الجرايه هذه تاع الروتريت هذه فلوس فلوس نظام الاجتماعي هذه تاع المال هذه ما هو دمار هو كله يودي بالاخر دمار وهم ولا احنا ولي توا اللي يقدر صحيح اللي يقدر صحيح فما نهار كرمة مليانة بالزيتون شدها البوليس جاو يديو الجماعة نشبيك بس قال ياو شدونا البوليس يا قولنا نادينا شي حاجة لواه تقولي الواي هاولي على خاطر ما عندهاش حق كهرباء باش تهز زايد شال زايد كهرباء ها اشنو هزيت واش زايد يقولولي هاولي ما عندهاش ثقة تهز التهزم الناس عجايب يا رب دايري جزء من ما هي جدك كرهت يعني كنت من يا نعم قلبي وين مش باعي شدها يا سيد قال يا وشدها يمكنني باهي بالله يا سي الحاج تمشي تلهواني او يسمع اسمع يا سي الحاج بروح مسبوك تقول علينا بالك شويه قلت لهم دوروا بس حسب واحد يلا واحد حسبنا ها ايش حبوا يا سيدي قالوا او تو يجيب يدك في الترويس قالوا والله يجيب في الترويس انت وصلت انت وصلت ايه هاي استنى اوجي اوجي دوم بجي يا عسلامة سلحان قلت له عسلامة انا عم ليش بيكم شدو كرة بس قالي شدي انا على خطاها هي ما بي الزيت و حيتي هاي هاي كرامتك وبرا وربي يهدي مخلقه برا عايش مدى جاني الكويسير قال لي يا سيدي بارك الله فيك وكثر خيرك هو هاي هاي تكبر عاق هاي باش حطهم الكل في جدول هنا ناس عاود قدامك وقت اللي نبدا لي غادي يا ولدي بدل برشا برنامج هذيك هم واحدة جبتها هم واحدة جبتها مش مش تعمل ضد قيس ما هي كانت المستشارة الحمد لله يرحمك الله يرحم والديك
هذه كانت المستشارة. أولي هذيك هي مثل الكلب. هذيك بيوعة بيوعة بيوعة. الكلب هذيك. لا من حين وليها بطلقي صدق. المهم يطول باله. المهم يطول باله. كان وكا هما. كانت تمشي. كانت تمشي مرتي هذيك. تمشي للويني الويني يعطوا الفلوس. تمشي كل نهار في فيفري او جوفي مشي يعطوا فلوس بتاعنا بتاع يعني وسط حد حد خاطر وقت اني في المرحله الاولى بزاد ما همش يا ضيق عمرنا يعني تاو في المرحلة الأولى بعدين زاد مرحلة أخرى المرحلة الأخرى ما عنديش حق فيها معليش خاطر يفهم بالجهة فيها فلوس فيها فلوس أكثر الفلوس الأكثر أنا عندي في مناريتا وقدامك في ذيك أنا جزء بسيط قدر فيها 35,000 تقريبا والمرضى بتاع يعني قدر تساوي تساوي ما قدر ما قارب ما يقارب جزء ملايين ها؟ مليون 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 ستار من التقريب تقول له أنا بدأ قاعدة أنا أجيب هالنمرة عمل التوقيع نمشي نجيب نجيب ونجيب أولا إحنا نجم نعمل الحبوب